عندنا هون بنحاول الان ناخذ تطبيق على الباور الكترونكس، احد التطبيقات هون حولنا احنا الباور الكترونكس او استعملنا الباور الكترونكس كدرايف. عندي هون دي سي موتور، بدي اغير الافرج فولتج تبع الدي سي موتور بتغيير الفايرنج انجل. عندي هون فولتج في فيز 240 فولت جاي عندي هون، راح احوله للدي سي هون، والدي سي طبعا راح يكون في ريبل، بس الكرنت اللي بمر في الدي سي موتور راح يكون ليفل كونستنت بسبب انه هذا هايلي اندكتيف، اعتبرنا هذا اللود هايلي اندكتيف. هلا انتم ممكن مش ماخذين ماشينز، راح اشرح فكره سريعه بس عن المودل تبع الماشين لانه بهمنا هون حتى نقدر نحب اللي راح نسوي لون حتى اغير هذا الفولتج. ايش راح اغير هون؟ راح اغير الفايرنج انجل، راح اغير الفايرنج انجل تبعت الاس سي ارز الموجودين هون. فعندي الفولتج الاصلي لو عملت له ريكتيفيكيشن بدون كنترول وبدون فايرنج راح يكون شكله زي هيك، مضبوط؟ قديش الفريكونسي تبعته؟ اذا الفريكونسي هاي 50 هرتز، قديش هذا يكون الفريكونسي تبعته؟ 100. حسب الفايرنج انجل اللي انا باخرها راح يصير في عندي الفولتج اللي موجود هون، وهذا الفولتج ايش له؟ له افرج فاليو في له ار ام اس. هلا اذا هاي 240 فولت هذه ار ام اس قديش راح تكون النقطه هاي؟ هون 240 في ايش؟ في جدرتين. اذا هاي صارت البيك اللي هون، وين الفا؟ الزاويه اللي بعمل فيها الفارق هيها هلا احنا يمكن اشتقيناها قبل هيك بس راح احطها اللي هي الفي افريج بتساوي جذر التنين في الفي ماكس على باي على 2. هاي لو كانت مش كنترول، لما تكون كنترول بايش تقاوموها؟ كوساين الفا. هاي ايش بتمثل؟ هاي بتمثل الافريج فولتج تبع هذه الويف فورم مش هون مش الار ام اس. اذا التنين جذر التنين في في ماكس على باي على 2، لو كان فيش عندي فايرنج راح تكون هاي هي البيك على باي على 2، اذا هاي بتمثل الافرج فولتج اللي بمر عندي هون، اذا انا بتغييري للفايرنج انجل بقدر اغير الافرج فولتج اللي موجود هون. هلا نطلع على موديل بسيط جدا لهذا الدي سي موتور، الدي سي موتور هذا الموديل تبعه بيمثل في عندي اندكتنس، راح اهمل الاندكتنس لاني مش مهتم بالترانزنس، هون راح اركز على الريزستنس، فاله هو الار اي وله هو ال اي بس انا راح اهمل ال ال اي من هون، وهون راح يكون عباره كانه جنريتر راح يعطيني باك اي ام اف. هذا الجنريتر الفلكس او الماجنتزم اللي موجود هون راح اعتبر انه كونستنت، راح اعتبر انه الفلكس الماجنتيك فلكس كونستنت. فالفلكس كونستنت اذا هذا هون راح يتكون عندي باك اي ام اف، راح يتكون عندي هون فولتج يعاكس الفولتج الاصلي اللي موجود هون، وهذا اللي هو هون في افريج، هذا راح يكون نسميه اي باك اي ام اف. والباك اي ام اف هذا بتناسب مع الفلكس ومع ايش بتناسب كمان؟ كيف بزيد هذا الفولتج؟ مع ايش؟ مع السرعه. اذا الباك اي ام اف اي بتناسب مع ان اللي هي السرعه، واي بتناسب مع فاي. فاي راح نثبتها كونستنت، فراح يصير عندي الباك اي ام اف بيساوي كي في، هذا كونستنت لهذا المحرك مضروب في اوميجا، واوميجا اللي هي وحدتها راديانس بير سكند، خلينا نحول هاي وحدتها لهون لراديانس بير سكند. اذا اوميجا الكل فاهم الفرق بين اوميجا وان؟ ايش اوميجا وان؟ هم وحدات لايش؟ السرعه. اوميجا شو وحدتها؟ راديانس بير سكند. وان؟ ار بي ام. بنحول بينهم. هلا عاده احنا بنفضل نستخدم بكل الحسابات نستخدم الار بي ام، لما بنحكي لغه لما بيحكوا الناس بينهم بقول هذا المحرك سرعته 1000 ار بي ام، بس لما بعمل حسابات بحولها عاده راديانس بير سكند. اذا هاي اول معادله مهمه، لاحظوا وحده كي في الاولى ايش انا حطيتها؟ فولت بير راديان بير سكند، يعني لاحظوا هاي اذا وحدتها فولت بير راديان بير سكند، شوفوا هل هي صحيحه؟ فولت بير راديان بير سكند، إذا ضربتها بأوميجا، أوميجا إيش وحدتها؟ راح تلغي الراديان بير سكند مع الراديان بير سكند، إيش بضل عندي؟ فولت اللي هي. لكن كي في نفسها كمان في هذا في المحرك بشكل عام في الدي سي موتور، كي في كقيمة هي نفس القيمة هاي، بس هون طلعوا شو وحدتها؟ نيوتن متر بير أمبير، يعني لكل أمبير عم بعطيني كذا نيوتن متر، إذا هاي شو ممكن أستعملها بأي قانون؟ يحسب لي إيش؟ يحسب لي التورك. إذا كمان بالإضافة للقانون هذا إحنا بنقول التورك بتناسب مع إيش التورك تبع الدي سي موتور بتناسب؟ مع إيش بده يتناسب؟ كيف بزيد التورك تبع الدي سي موتور؟ سبيد
مع لا كرنت مع الكرنت تمام. اذا هاي اول شيء بتناسب معايا شو بتناسب كمان بزيد السبيد التورك شو اللي بولد التورك لا السبيد لا الزاويه لا ايش اللي اذا زدته بزيد عندي بصير عندي تورك اكثر الفور كرنت فايف مش اذا عندي فلكس اكثر هو كمان تورك بتناسب مع فايف لكن فاي احنا عندنا كمان شو قلنا كونستنت اذا التورك راح يساوي كي في في اي اي هل وحده كي في الان صحيحه الوحده الثانيه لكي في صحيحه اي اي ايش وحدته ككرنت امبير اذا ضربت امبير في نيوتن متر بير امبير شو بعطيني نيوتن متر بعطيني وحده التورك اذا هاي المعادله الثانيه اللي راح نستخدمها دول معادلتين مهمين لانه واحده منهم راح احسب منها الباكي امل والثانيه راح احسب منها راح احسب منها التورك اللي بعطيني اياه هذا المحرك ماشي واضحين هذول المعادلتين من هون هل عندي الدائره هاي اذا بتطلع عليها اذا اهملت الاندكتر من هون شو صارت عندي حسب كي في ال عندي هاي في افريج وهي عندي الباك اي ام اف بوزيتيف من هون وعندي هون اي اي ايش معادله كي في ال هون راح تكون هذا الفولتج بده يساوي هذا الفولتج زائد هذا الفولتج مش هيك هذا الفولتج شو بيساوي اي اي ار اي هذا الباك اي ام اف والباك اي ام اف احنا عارفين انه بتناسب مع كي في اوميجا اذا المعادله راح تكون في افريج بيساوي اي اي ام اف زائد اي اي ار اي وهي معادله مهمه ثانيه اذا صار عندي هاي معادله هاي معادله هاي معادله والمعادله تبعت الكوساين هيها اللي بتعطيني اياها اذا هلا بسال السؤال لو انا بدي اغير هذا التورك او بدي اغير الكرنت بدي اغير الفي افريج حتى اغير في افريج شو بغير؟ هاي ما بقدرش اغيرها بدي اغير زاويه الفاي فبغير زاويه الفاي لما بغير زاويه لاحظوا زاويه الفاي لما تكون زيرو شو بكون الافريج اعلى شيء مش هيك؟ قديش قيمته؟ كوساين الزيرو قديش؟ واحد اذا قديش راح تصير؟ هاي لو زدت الفا كثير 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 من هون راح توصل بالنهايه كوساين زيرو مش هيك؟ راح تصفي زيرو راح 90 عفوا هون عندي راح تصير عفوا هون راح تصير 90 عندي كوساين الفا راح يصير عندي هون راح تبطل شيء راح تختفي طيب هي هذول المعادلات انا راح اخلي هذول المعادلات بعدين راح نبدا هلا الحسابات تبعتنا